مسلسل الاختيار اللي بيحكي وبيجسد شخصية الأسطورة التاريخية الشهيد ضابط الصاعقة المقدم أحمد المنسي، وده يمكن اللي هيتذاع إن شاء الله في شهر رمضان المبارك. شكله سايب أثار سلبية على الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية. يعني حتى يا منسي أنت وأخواتك وأنت عند ربنا سبحانه وتعالى عاملين رعب للإرهابيين الخونة. الخونة الإرهابيين بيظهروا على شاشات قطر وتركيا وكمان قناة الجزيرة اللي دايما احنا متعودين ان هي بتنشر اخبار كاذبة عن مصر، هو والإخوان الإرهابيين اللي محروقين قوي من مسلسل الاختيار اللي بيتكلم يمكن عن ملحمة وطنية للأسطورة أحمد المنسي اللي بيجسده شخصية الفنان أمير كرارة، علشان بيفضح علاقة تركيا وقطر بدعم الإرهاب في سيناء، وبيكشف كمان تفاصيل عن شخصية الإرهابي هشام عشماوي، علاقته بتركيا وقطر، جماعة الإخوان الإرهابية عندهم خوف بجد من المسلسل، من تأثير كمان مسلسل الاختيار اللي بيفضح حقيقة هذه الجماعة للعالم كله، وبيكشف كمان حقيقة الإرهابي المحبوس البلتاجي اللي احنا يمكن فاكرين كلنا، كل المصريين فاكرين لما هدد مصر بالإرهابيين في سيناء، فاكرين تصريحاته أكيد من 6 سنين. الإخوان الخاينين اللي عايشين في قطر وتركيا المأجورين، أنا مش عارفة أقول عليهم إيه ولا إيه بصراحة، يعني عبدة المال ما عندهمش أي انتماء للوطن، بيعملوا كل حاجة، بيحاولوا إن هم يحرضوا الناس حتى إن هي تموت نفسها وينزلوا عشان خاطر يعني يعدوا بعض بسبب كورونا. في ظل بقى كل اللي بتكلم عنه بيعملوا كل حاجة عشان يحافظوا على الدراما التركية، ما قدروش يقولوا أي حاجة عن اسطنبول أو عن الدوحة، وإحنا يعني طبعا عارفين السبب ليه إيه، يعني لأن هم إرهابيين، هم فقط بيستحلوا دماء المصريين. رحم الله شهداء الوطن وأدخلهم فسيح جناته. الدراما المصرية والدراما بشكل عام ليها دور كبير جدا في تجسيد الوعي وتشكيل وعي المصريين، طول عمرها بتعيد الروح الوطنية مرة تانية. يمكن الحالة العظيمة اللي عملها فيلم الممر لما مرة تانية الأسرة المصرية، شفناه كمان في نفس الوقت، يعني كان ضربة قاصمة لكل الجماعات الإرهابية. هم بقى خايفين من تأثير مسلسل الاختيار اللي بيوريك الفرق ما بين الوفاء والرجولة وما بين الخيانة، خيانة هشام عشماوي اللي استهدف الكنائس والمساجد، المنشآت العسكرية والشرطية، وأن مصر تعيده مرة تانية هنا كان يعني بمثابة ضربة قاسمة لكل هذه الجماعات ولكل الدول اللي بتمول وبتدعم الإرهابيين. رحم الله شهداء الوطن وأدخلهم فسيح جناته، وإحنا بنشيع شهدائنا بنشيعهم بكل فخر بكل اعتزاز، وإحنا مرفوعين الرأس دون أي انكسار، الانكسار لهؤلاء الخونة، والتاريخ بيكتبوا الأبطال والشهداء. كل الشهداء اللي يعني كتبوا أسماءهم بحروف من نور في قائمة الشرف. في عمامات مزروعة في الطريق، محدش يسبقني، واحد يموت أحسن من الكل. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري، هيكون فيه دماء، هيكون فيه سيارات مفخخة، هتلاقي القوة دي كلها هتفكر مصر. مجلس حرب! هذا وقت حرب. حرب. كل شيء بيتأجل. حرب للكمين! الناس دي اسمها تكفيريين. هم إرهابيين ولا مجاهدين؟ الناس دي كفرتنا وإحنا ما كفرناش.
الحمد لله أن من علينا بنعمة الجهاد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أمير أبو بكر البغدادي. اوعى تفتكر ان الموضوع له علاقة بالدين. أي دين؟ لو اتمكنتم من مكان احرجوه. ولما يجي يوم وترفع سلاحك في وش تكفيري يعرف ان انت على حق. اللي تتمكنوا من قتله مثل جثة. اللهم إنا نحتسب هذا العمل عندك. اللهم إنا نحتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لنا في ميزان حسناتنا. فاكتبه اللهم لنا في ميزان حسناتنا. واجعله شاهدا لنا لا علينا. واجعله شاهدا لنا لا علينا. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن محمد رسول الله. إحنا مش هنكسب المعركة دي غير لو أهل سيناء إيديهم في إيدينا. أنا جاي أبلغ عن تكفيري. تفتكر لو مت في سيناء تبقى شهيد فعلا؟ انا اسمي احمد صابر منسي وهموت شهيد في سيناء، بس يوم ما هموت بقى يبقى طارف رقبه الصعقه كلهم واقولهم انت. الاستاذ عمرو صحصاح الناقد الفني، صباح الخير. صباح الفل يا استاذه خلود، واهلا بك واهلا بكل مشاهدي اكسترا نيوز. صباح النور. الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية اللي بتجسد سيرة الشهداء ليها دور كبير جدا في إن هي تشكل وعي ووجدان كل المصريين، وبترفع الروح المعنوية للشعب المصري زي بالضبط اللي حصل بعد ما عرضنا فيلم ممر. ويمكن ده اللي بيثير رعب جماعة الإخوان الإرهابية من مسلسل الاختيار. بالظبط كده يا أستاذة خلود. لو رجعنا للوراء قليلا قبل عدة أشهر قليلة فتجدين مدى تأثير فيلم الممر على الجمهور المصري، خاصة وأنها تكاد المرة الوحيدة منذ عشرات السنين أن يلتف الجمهور في كل محافظات مصر والمصريين خارج مصر وينتظرون موعد عرض الفيلم بعدما أعلنت الشركة المتحدة عرض الفيلم على شاشاتها. هنا مع احترام لكل النجوم اللي شاركوا في الفيلم زي أحمد عز وأحمد فلوكس وأحمد رزق، كل هؤلاء لهم شعبيتهم، لكن مع احترام لهم الجمهور ما كانش منتظر الفيلم عشان أبطاله، كان منتظر الفيلم لأنه لإيمان الكامل أن الجمهور المصري والعربي كان متعطش جدا لمثل هذه الأعمال الوطنية، الأعمال التي تعزز وتؤكد على قوة الجيش المصري أنه صاحب قوة لا يستهان بها. يعني اللي حصل ده فعلا ارعبهم، خاصه بعدما راوا بعينهم مدى تعطش الشعب المصري والشعب العربي لمثل هذه الاعمال الوطنيه التي تؤكد على قوه الجيش المصري. الشهيد احمد المنسي هنا في مسلسل الاختيار انا اعتقد وهذا واضح، مش مجرد اعتقاد، هذا واضح للجميع ان تقديم وتجسيد قصه الشهيد احمد المنسي قائد الكتيبة 103 صعقة، شهيد موقعة كمين البرس جنوب رفح، ما زالت كلمات الشهيد المنسي تقتحم ما زالت كلماته تقتحم أذانهم وترعبهم. احنا كلنا مش قادرين ننسى لما قال مش هنسيب الأرض دي وعليها أي شهيد ولا أي مصاب، الله أكبر، ينجيب حقهم ينموت زيهم. مثل هذه الكلمات، ده مش فيلم ولا قصة سينمائية ولا قصة تلفزيونية، دي ملحمة، ملحمة وطنية لازم نعلمها لأولادنا كمان ونقول لهم إن هم دول الرمز والقدوة. وده الفرق بقى ما بين هشام عشماوي الخائن وما بين المنسي البطل. بالظبط، يعني أنا بقول لحضرتك ما زالت كلمات الشهيد أحمد المنسي تحرك أذانهم وأسماعهم، فأنت يعني أنت مستنية يعني يعملوا إيه؟ هم شافوا مدى ردود الفعل القوية على فيلم الممر، وزي ما قلت لك الفيلم نجح عشان الجيش المصري، فيلم يتناول بطولات الجيش المصري، الجمهور المتعطش لمثل هذه الأعمال، الأعمال الوطنية، الجيش المصري ما فيش فرد في مصر اسمه ما بيحبش ويحترم العسكري الجيش المصري، هو الجيش المصري يعني أنا عايز أقول لك هناك بعض يعني دويلة مثل قطر هي لا تدرك أو ما تعرفش يعني كلمة جيش ولا كلمة جيش، لأنهم ليس لديهم جيش مثل الجيش المصري. احنا مش عايزين ندخل في منطقة سياسية قوي، لكن هؤلاء أحقادهم على الجيش المصري واضحة، احنا نحن أصحاب القوة، الجيش المصري هو القوة
التي يعني مش عايز اقول مش بتحمي مصر فقط لكن تحمي يعني المنطقه العربيه. فاكيد الحقد والاحقاد ومحاوله الهجوم ومحاوله التصدير لفيروس كورونا وازاي بيصوروا في مثل هذه الظروف، لا مش ده الهدف. ما في دراما تركيه هناك شغاله يعني مثلا في تركيا. دي النقطه اللي احنا عايزين نركز عليها، انه الجماعه الارهابيه بتحاول تشويه مصر بكل الطرق في الداخل والخارج من خلال تشويه طبعا الدراما المصريه زي ما بنشوف، في حين ان هو بيمجدوا الدراما التركيه، يعني الازدواجيه حتى في التعامل والازدواجيه في كل شيء، ودي حاجه لازم كلنا نبقى مركزين فيها، ان هم بيمجدوا في الدراما التركيه. احنا طبعا عارفين ليه، لانه هم اللي بيصرفوا على هذه الجماعه. يعني اما بالظبط كده، وانا عايز اقول لك كمان يعني الدراما المصريه نفسها اماتت الدراما التركيه في منطقه الشرق الاوسط وعلى القنوات الخليجيه والشاشات العربيه. ما بقتش موجوده اصلا. نعم؟ ما بقتش موجوده. انتشرت في لحظه ما ابان ثوره يناير في ظل انشغال الحكومه المصريه والشعب المصري في استرداد عافيته بعد العام المحزن الذي تواجد فيه الاخوان على قمه السلطه. خاصه واحنا احنا 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 يعني مش عايز اقول لك ان الدراما التركيه يعني بعدما انتشرت قليلا فجاه اماتتها الدراما المصريه. ده نوع من، لان عايز اقول لك الدراما التركيه كانت بالنسبه لهم يعني مجال كبير، كان فاتح لهم سياحه وفاتح لهم حاجات، لكن هذا لم يستمر طويلا. وجاءت الدراما المصريه لتؤكد ان احنا بالفعل نحن هوليوود الشرق وسنظل وسنظل احنا الاكثر تاثيرا في الشرق الاوسط والمنطقه العربيه، حتى بفننا، حتى بالقوى الناعمه اللي بنقدمها. وعلى الرغم انه يعني هم عاملين يتكلموا عن كورونا وكده، لو جينا تابعنا بس كده كتبنا تركيا وكورونا هنشوف صور حيه. العدد الكبير المنتشر من الاصابات في تركيا بسبب يعني الاجراءات الخاطئه اللي بيتم اتخاذها هناك، الناس اللي بتموت في الشوارع، ما فيش نظام صحي متدهور، وكورونا يمكن يعني تركيا من اكثر الدول اللي منتشر فيها فيروس كورونا ومن اكثر الدول اللي فيها وفيات في كورونا. الناس بتقطع بعض، يعني الناس بتقطع بعض هناك، وفي سرقه في المحلات وغيره وغيره، يعني الناس هناك فعلا يعني متبهدله. انه قطر بقى تتكلم عن الموضوع ده او قناه الجزيره او هذه القنوات اللي احنا عارفينها، لا طبعا لا، هم بس شايفين مصر، ففي منهم شايفين غير مصر بس. لا طبعا مش هتلاقي مثل الفضائيات والقنوات الماجوره والتي تمولها قطر وتمولها تركيا، مش هتلاقي تتكلم عن ده خالص. الحمد لله مصر مش قليله جدا، مصر الان تناطح كبرى الدول المتقدمه، وده ظهر وده بدا واضحا قدام كل العالم من ملف زي ملف كورونا. شوف الحمد لله، يعني الحمد لله عايزين نمسك الخشب، احنا مصر ازاي بتتعامل مع الملف، وكبرى دول في اوروبا وكبرى وتركيا، وشوفي الاف المصابين والاف الوفيات هناك. احنا طبعا بنتمنى الشفاء للجميع، بنتمنى الشفاء للجميع، ومش بنشمت في حد، لان احنا طبيعتنا كمصريين نحن يعني نتمنى الخير للجميع. لكن احنا فعلا مصر مش قليله ابدا، سواء على المستوى الفني، على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، الحمد لله نحن الان نناطح كبرى الدول المتقدمه، وده بدا من ملف غير متوقع مثل ملف كورونا. ويعني مش عايز اقول لك هم حتى طرق مواجهتنا واحتياطات والاحتياطات اللي عملتها الحكومه المصريه والحاجات الاحترازيه التي فعلتها هي الان يعني هم واقفين يتفرجوا علينا وهيتجننوا. الحمد لله. لا والدراما كمان المصريه بترسم شكل جديد على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، يعني على سبيل المثال لما عملنا مسلسل رأفت الهجان احنا عملناه بعد فتره، لما كنا بنيجي نعمل اي عمل يعني يتعلق بيه ابطالنا كنا بنعمله بعد فتره من الحدث. دلوقتي احنا بنشوف مسلسل الاختيار هو يعني نعم يعني بعد عام خطوة يعني هناك خطوة متوازنة مع الحدث اللي هو بنطلق عليه التاريخ الحي للحدث. لا لا، والجمهور فعلا ينتظر مثل هذا العمل، لان زي ما قلت لك في بداية كلامي مع حضرتك يا استاذة خلود، ان فعلا ان الفيلم الممر نجح نجاح ساحق جدا. انا عايز اقول لك بقى اول مرة فيلم يعني او فيلم حربي او تاريخي يجلب مثل هذه الايرادات. الفيلم ايراداته تخطت ال 105 مليون جنيه.
فده ما بيحصلش ابدا. لا بس هو يعني عامه الحاله اللي عملها الممر كمان حاله استثنائيه، مش بس لا ما انا بقول لك تذاكر، ولكن حتى في تشكيل وعي اجيال جديده، اجيال كبيره وقطاع عريض من الشباب اللي احنا عايزين نوصل له يعني انتماء الجيش وانتماء الابطال للوطن وحبه للبلد. يعني ما انا بقول لحضرتك انتظار الجمهور ما كانش بسبب، يعني مع احترامي لنجوم الفيلم طبعا لهم شعبيتهم ولهم اعمالهم الناجحه والمتميزه، لكن هذا الفيلم بالتحديد كان ينتظره الجميع من اجل هو الراجل يعني الجمهور بيحب جيشه، الجمهور المصري بالكامل بيحب جيشه، ينتظر مثل هذه الاعمال التي تشرح لهم مدى قوته والتي تظهر وتعزز هذه القوه، عايزين يشوفوا بعينهم الجيش المصري اللي حاميهم ايه بطولاته، يعني حكاياتهم ايه، الناس دي بتعيش ازاي وبتعمل ايه وبتضحي ازاي عشانهم. فهذا سر نجاح الفيلم، حتى نجح في شباك التذاكر ايضا، وسلمى نجح على الفضائيات. شوف عندما انتقل من الشاشه الكبيره في السينمات وانتقل للفضائيات في البيوت، كان الجمهور انا اتفاجئت وقت عرض الفيلم ما كانش في حد في الشارع، الجمهور قاعد مستني الفيلم بلهفه، وده ما بيحصلش خالص في اي لا فيلم اكشن ولا فيلم كوميدي لكن هذا حدث بالتحديد لانه فيلم وطني يتحدث عن الجيش المصري والناس متشوقه ليه، والناس يعني منتظراه، والناس بتبقى يعني وبالاخص الجيل، يعني حضرتك كمان شفت ازاي تفاعل الاجيال الجديده مع هذه نوعيه من الافلام. انا متذكره طبعاً. انه كمان مسلسل انا كنت ساعتها صغيره يعني في السن، ولكن متذكره انه ساعتها مسلسل رأفة الهجان لما تعرض يعني اثر على جيل باكمله، اثر على تشكيل وعي جيل باكمله لحد دلوقتي. لا يعني انا عايز اقول لك يا استاذه خلود، يعني مثل هذه الاعمال ايضا تلقى ترحيب كامل وصدى كبير لدى جميع الفئات العمريه. طب انا كنت طفل صغير وكنت بقعد استنى الطريق الى ايلات وبستنى الرصاصه لا تزال في جيبي، وكنت بقعد استنى مثل هذه الاعمال. النهارده احنا بنقدم افلام فعلا مهمه، مثلا زي الممر، وعندنا مسلسل مهم زي الاختيار. في كمان يعني احنا في مثل هذه الاعمال واكبنا التطور التكنولوجي، واكبنا الكادرات الاخراجيه، واكبنا التطوير في الجرافيك والتطوير في شكل الصوره والشاشه. وهنا عايز اقول لك في مسلسل الاختيار يعني صناع العمل كانوا حريصين بالفعل ان هم يصوروا في الاماكن الحقيقيه للاحداث، هتلاقيهم مصورين في سيناء، مصورين في منطقه على الحدود، مصورين عند كمين البرد، يعني مصورين في مثل هذه المناطق. فانا يعني متوقع ان احنا نشوف حاجه مهمه وحاجه مختلفه وحاجه تاثر في جيل باكمله، وبالاخص احنا بنتكلم على انه الدراما بتوصل لبيوت الناس، يعني بتوصل لكل البيوت، فتاثيرها بيكون اقوى وتفاعلها بيكون بشكل اكبر. وطبعا احنا هنلاقي كمان خوف هذه الجماعه من تاثيره هيبقى اكبر واكبر بعد كمان عرض المسلسل، هيجي لها كده سعار اعلامي زي ما بيجي لها في بعض الحالات. يعني بالظبط، انا بقول لك الدراما التلفزيونيه هي الاكثر كمان تاثيرا من السينما، لان السينما الجمهور هو اللي بيروح يقطع التذكره ويروح لكن هنا الدراما هي اللي بتدخل البيوت وجوايا. فانا يعني انا متاكد ان هذا العمل يعني من الان او من منذ الاعلان عنه ينتظره الجميع، لانه ليس يعني مع احترامي للنجم امير كراره، هو نجم كبير ومهم وصاحب ايرادات كبيره في السينما وفي الدراما التلفزيونيه، كل اعماله الاخيره كانت من الاكثر مشاهده، لكن هنا الانتظار بالتحديد ليس لامير كراره فقط، وليس لاحمد العوضي فقط، وليس لاحد بعينه، لكن هنا مضمون المسلسل الشهيد المنسي، هنا مستنيين الشهيد المنسي، الشهيد اللي ما زلنا بنسمع كلامه وبنقول يعني مش قادرين يعني نتخيل مدى هذه القوه ومدى هذا الثبات. راجل بيستشهد وبيقول مش هنسيب الارض دي عليها شهيد او مصاب، ينجيب حقهم يموت زيهم. مفيش يعني مش هتلاقي بره في اي جيش، مع احترامي لكل الجيوش، مش هتلاقي مثل هذه القوه، مثل هذه الايمان بالوطن والايمان بالارض والقدره على التضحيه. يعني هو الراجل قاعد هيستشهد يعني فرحان بالشهاده من اجل الوطن. الجيش المصري طبعا يعني انا بشكر حضرتك طبعا، يعني زي ما احنا ما بنقول جماعه الاخوان الارهابيه بيخافوا من النوعيه دي من المسلسلات ومن الاعمال اللي بترفع الروح المعنويه للشعب المصري، لان بالنسبه لهم الوطن هو حفنه من التراب العفن،
احنا بالنسبه لنا الارض والوطن هي كل شيء، هي الهواء والميه، هو اللي احنا نفدي بنفسنا وروحنا علشان خاطره. رحم الله شهداء الوطن وادخلهم فسيح جناته. ويمكن التضحيات كتيره جدا، بنشوف تضحيات كتير، ولكن تبقى تضحيه الشهيد وسام على رؤوسنا جميعا، لان مفيش زيه. هو اللي بينزل من بيته وعارف انه ممكن ما يرجعش مره تانية يشوف اولاده واسرته. هو اللي كل يوم بيجابه الموت علشان خاطرنا، هو كل يوم يعني بيكافح الارهاب، يكافح العمليات الارهابيه والارهابيين. ربنا يا رب يحفظ كل ابطالنا، وطبعا احنا بنحتسب كل ابطالنا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وبنشيعهم برضو مره تانيه بكل فخر واعتزاز، رغم الالم رغم الحزن، ولكن هنفضل دايما فخورين بيهم وبفضلهم احنا رافعين راسنا لفوق. هو ده الفرق بقى ما بين البطل الحقيقي اللي لازم يكون دايما في الصداره والاهتمام، وما بين الناس التانيه الابطال اللي على ورق اللي عايزه تتصدر بالعافيه. لسه مكملين بعد الفاصل. في عبوات لزرها في الطريق، محدش يسبقني، واحد يموت احسن من الكل. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري. هيكون فيه دماء وهيكون فيه سيارات مفخخه، هتلاقي القوة دي كلها هتفكر مصر. مجلس حرب هذا وقت حرب. الحرب كل شيء بيتأجل. ضرب للكمين، الناس دي اسمها تكفيريين، هم ارهابيين ولا مجاهدين؟ الناس دي كفرتنا واحنا ما كفرناش. الحمد لله ان من علينا بنعمه الجهاد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. امير ابو بكر البغدادي، اوعى تفتكر ان الموضوع له علاقه بالدين. اي دين؟ لو اتمكنتم من مكان احرجوه، ولما يجي يوم وترفع سلاحك في وش تكفيري يعرف ان انت على حق. اللي تتمكنوا من قتله مثل جثه. اللهم انا نحتسب هذا العمل عندك. اللهم انا نحتسب هذا العمل عندك. فاكتبه اللهم لنا في ميزان حسناتنا. فاكتبه اللهم لنا في ميزان حسناتنا. واجعله شاهدا لنا لا علينا. واجعله شاهدا لنا لا علينا. ونشهد ان لا اله الا الله. ونشهد ان لا اله الا الله. ونشهد ان محمد رسول الله. احنا مش هنكسب المعركه دي غير لو اهل سينا ايديهم في ايدينا. انا جاي ابلغ عن تكفيري. تفتكر لو مت في سينا تبقى شهيد فعلا؟ انا اسمي احمد صابر منسي.